السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا راح أدخل أنا بموضوع التورشن بالفصل الخامس، بس بعدنا الرابع ما مكملين، بعد بمواضيع أرجع لها بعدين، بس هسه حاليا حفوت بالخامس، لازم أتطرق للتورشن خاف حتى ما نتأخر. التورشن هو شنو؟ التورشن اللي بمعنى اللوي. تورشن refers to the twisting of a straight bar when it's loaded by moments. هو دوران أو تدوير البار المستقيم، يعني قطعة مستقيمة عدلة ندورها نسلط عليها قوة لي. بيش نسلط عليها قوة لي؟ بعزم، بواسطة عزم. العزم هذا شنو راح يسبب لي؟ تورك that tends to produce rotation. هذا ايش حيسوي للدوران؟ العزم حيلوي لي الشافت، وبالتالي الشافت ايش حيصير بيه؟ روتيشن، حول about the longitudinal axis، حول محوره المركزي. وحدة التورك هي نفسها وحدة المومنت أو وحدة فورس تايم ديستنس، وحدة قوة مسافة، قوة مسافة هي نفسها وحدة المومنت، نيوتن لكل مليمتر أو باوند لكل إنج. وحدة المومنت تلاحظون هنا هسه هذا الشافت مو شرط يكون سيركيولر دائري، قد يكون الشافت ركتانجولر. هسه هنا رابطين بيه قطعة سلطنا عليها تدوير، أكيد راح يصير بيها لوي. هاي نفس الحالة، طبعا نقيس قوة اتجاه قوة اللي الموجبة حسب قاعدة الكف اليمنى، يعني لف ايدينا الاربع اصابع لفهن على الشفت ايا كان، سواء كان مقطع دائري او ركتانجولار، والابهام يشير الى اتجاه سريان العزم او المومنت. نفس الشيء، لان يعني العزم اللوي او المومنت، مو العزم اللي، لأن هو اللي نفس العزم نفس المومنت، لأن نفسه يسوي لي دوران حول الشافت، وبالتالي يصير عندي روتيشنال ديسبليسمنت. تلاحظون هنا هذا الشافت رابطين بي قطعتين من جانبين أو قطعة واحدة مفوتيها، مسلطين عليه تو كابلز، حيسبب لي دوران بالشافت. أطبق قاعدة الكف اليمنى راح يصير اتجاه الإبهام بهذا الاتجاه، ولا هو الموجب هيج عكسه سالب. هذا يقول لك رايت هاند رولز، يعني قاعدة الكف اليمنى. تورشن فور امبر وذ سيركيولار سكشن، يعني راح ناخذ احنا حنتطرق الى عدة افرع للتورشن، للمقاطع الدائرية، للمقاطع الريكتانجولار، والمقاطع الغير غير دائرية، هي تشمل الريكتانجولار وال التي شنو الريجولر، يعني الريجولر ذات شكل غير منتظم. هاي عندنا احنا نروح قبل نروح قبل للفورمولا مال التورشن. هذا كله حكي عن التورشن. هذا الشفت من راح اسلط عليه دوران راح يسبب لي دوران جزيئات الشفت حول النيوترال اكسس مالته، وبالتالي اذا اخطط الشفت وسلط عليه دوران راح اشوف الخطوط راح تنعكس بزاويه. هاي الزاويه هو شنو؟ هو سترين، تورشنال سترين. السترين مال التورشن شنو؟ هسه انا مو عندي سترين للاكزيال فورس وعندي سترين للشير فورس. السترين او الديفورميشن مال التورشن هو يتوضح بال تغير الزاويه من الصفر الى ان شقد تزداد، شقد نلوي احنا تزداد. شلون نعرف الزاوية؟ نقيس الزاوية، نجر خط سالم من الخطوط، جرينا خطوط مستقيمة قبل ما نلوي الشفت، وبعدين من راح نلوي الشفت نحاول هاي الخطوط اللي لوت تأثيرات الخطوط نفسها نسوي لها خطوط منقطة، حتى شنو نجر خط بين الخط العمودي والخط يعني موقع الخط الأصلي اللي هو عمودي كان موقعه، وبعد ما ندار بعد ما صار بي دوران شقد قيمة الزاوية راح يطلع لي التورشنال سترين. زين خلنا نروح على الفورمولا
يعني هذا هو كله حكي واشتقاق لهنا التورك، قوة اللي تساوي تكامل الرو، تكامل الرو في الدي اف، وتساوي تكامل الرو في التاو دي اي. هاي ما اخذ لك مقطع الروشي مثل هنا نصف قطر الدوران، الدي اف مقدار تغير بالقوة، الدي اي مقدار تغير بالمساحة، لان انا ماخذ اليمنت هنا حيصير فيها differential force و differential area، والرو ثابتة تكون نصف قطر الدوران. أحيانا إذا ينطيك قيمة الرو ويعطيك قيمة الفورس على شكل معادلة والإيريا على شكل معادلة تشتاق، والرو يعطيك إياها ثابتة، استخدم هاي الصيغة. نجي على هنا، لا أريد نجر خط، نطلع التاو ماكس، نرسم التاو بعد ما نحسبه، التاو ماكس يصير أعلى قيمة بالمثلث. طبعا هسه هذا كله هسه ثيوري، حيتوضح لك أكثر بالأمثلة، تعرف تستخدم الصيغة مالت التورشن وتحل تورشنال ديفورميشن اوف سيركيولار بار. هسه راح نبدي بتسليط قوة لي على قضبان بمقاطع دائرية. تلاحظ هنا هذا اجى من سلطنا عليه قوة لي، تغير بمقدار زاوية معينة، هاي الزاوية ثيتا من الكيو من مكان الاصلي للمكان الجديد، الار نصف قطر الدوران، راح اجر خطوط منها، انا اطلع الثيتا والكيو، قيمة الكيو صارت كيو بار، والار نصف قطر الدوران. يقول لك ان ات اكس ايكوال تو زيرو، في بداية الشيفت الثيتا زيرو، في نهاية الشيفت ات اكس ايكوال تو ار، على طول الشيفت ثيتا اكس هتساوي ثيتا، طبيعي يعني تبدي تزداد على طول الشيفت من اصل الدوران، تزداد ثيتا الى ان توصل قيمتها العظمى بطرف او نهاية الشيفت وين احنا مسلطين قوة اللي بنهايته. شير سترينز ات ذا اوتر سيرفيس، انفعالات القص في السطوح الخارجية. خلنا نجي شو نحسب. الجاما عندي هي التورشنال سترين، سترين مال التورشن هي جاما، نرمز له بالجاما، انجل اوف تويست معناها انجل اوف تويست. زاوية الدوران تحسب ب تساوي رو في الدي دي في الدي فاي على الدي اكس، هاي رمز الزاوية الداخلية، زاوية الدوران تساوي الرو في الدي فاي نصف قطر الدوران في مقدار التغير بالزاوية المركزية على الدي اكس مقدار التغير من المسافة، والجاما ماكس بالنهاية بنهاية الشيفت تساوي الار، قيمة هاي الرو تصير ار نصف قطر الدوران كله بالاخير للنهاية، اذا وصلنا للنهاية راح الار توصل قيمتها العظمى ار، الرو توصل ار قيمتها العظمى، والدي ثيتا او الدي فاي راح تساوي فاي، والدي اكس تم مقدار التغير بالمسافة راح يساوي ال طول الشيفت كله. تمام، نجي على الفورمولا، تورشن فورمولا، تورشن فورمولا شير ستريسز تاو، نرمز للشير ستريسز بالتاو، تذكروها ان الاستيك رينج، التورشن فورمولا في مرحلة المرونة، تورشن فورمولا. تعالوا على الصيغة الأخيرة، هذا كله اشتقاق، أنا أريد الصيغة الأخيرة حتى شلون نعرف نحل، نستخدم بالحل. تاو ماكس تساوي التي التورشن في الآر على الجي بولر مومنت أوف إنيرشيا، أند التاو تساوي التي في الرو على الجي، هاي الصيغتين ينحفظن، هاي صيغة إلاستيك تورشن فورمولا، صيغة اللي في مرحلة المرونة أو اللي المرن. الجي شلون نحسبها؟ طبعا الجي شباب، الجي كل مقطع له جي معينة، هاي مواصفات مقطع، المقطع الدائر الجي مالته هاي قانونه باي على 2 ار اس 4،
4 جي تساوي باي على 32 دي اس 4. هاي المن هذا للمقطع الدائري الصلد الغير مجوف، لكن المقطع الدائري المجوف جي تساوي باي على 2 ار 2 اس 4 ناقص ار 1 اس 4 اور جي كول 2 باي على 32 دي 2 اس 4 دايمتر. هنا نصف القطر هنا الدايمتر، هنا نصف القطر هنا الدايمتر، اي صيغه منهم تستخدم هي صحيحه. باي على 32 في دي 2 اس 4 ناقص دي 1 اس 4، بس قلنا تختلف الصيغه، هاي المقطع الصلد هاي المقطع المجوف. لكن المقطع المجوف النحيف for thin walled ذو الجدران النحيفه thin walled section j equal to 2 باي ار اس 3 نصف القطر تكعيب في التي السموك، هذا المقطع ذو الجدران السميكه ذو الجدران النحيفه او ذات السمك النحيف القليل. زين، هاي تتذكروها الصيغه مالت الاجهادات على سطوح الاجهادات القص normal stresses or on inclined planes. normal stresses on inclined planes. إجهادات القاس على السطوح المائلة. تتذكروها ما تطرق إليها. السيجما تساوي الاف سيجما بيساوي 45 تساوي الاف على الاريا. وتساوي تاو ماكس في الاريا نود مساحة المقطع الأصلية. في جذر 2 على مساحة المقطع الأصلي اللي على في جذر 2 وتساوي تاو ماكس. تتذكرون هاي الصيغة معادلة طرقنا لها. النورمال فورس ال F equal to بس بالنسبة للإجهادات إجهادات القص على السطوح المائلة تساوي 2 في التاو ماكس في الإيريا نود كوساين 45 درجة وتساوي تاو ماكس إيريا نود في جذر 2. لكن على إذا وصلت الزاوية 45 راح تصل الإجهادات في حالتها القصوى. السيجما النورمال بزاوية 45 راح يصير النورمال سترس يساوي الماكسيمم شير سترس. هاي القوى والإجهادات على السطوح المائل. هذا شفت معرضي إلى قوة لي. طبعا ليش دخلت عندي الاجهادات على السطوح المائل؟ دخلت عندي في موضوع التورشن، لان من راح ادور الشيف جزيئات راح تميل تندار. تشوفون هاي الالمنت اخذت مربعه، بالنهايه الالمنت المربعه من راح اصل الدوران على الشيف راح تنعكس اتجاهات. طبعا عندي نوعين من الماده الدكتايل ماتيريال. هنا يقول لك element A is in pure shear في حالة القص صافي، القص صافي. هنا هاي element A. element C مسلطة is subjected to a tensile stress on two forces. هنا element C مسلط عليها هو شد على الوجهين نتيجة دوران and compressive stresses on the other two. هنا element C مسلط عليها قوتي شد على وجهين وقوتي ضغط على الوجهين الآخرين نتيجة الدوران. زين، ductile material generally fail in shear. المواد الدكتايل الذي تفشل بالقص عادة. ductile materials have lesser shear strength. المواد المرنة تملك مقاومة قص أقل من التنسال سنت، أقل من مقاومة الشد. And hence fail throw planes perpendicular to the axis. إذا هي تفشل بمستويات عمودية على المحور المركزي الداخلي. Brittle material المواد القصيفة are weaker in torsion than shear. المواد القصيفة مثل الكونكريت تكون ضعيفة بالشد أضعف منها بالقص. يعني هسه لو تجيب قطعة كونكريت الشدة تفشل، بس من تضغطها تقاوم ومن تعرض القوة تقص تقاوم، بس بالشد تفشل. Brittle materials have lesser tensile strength. بالعكس يعني هنا البريتل ماتيريال تملك مقاومة لقوة الشد أقل من مقاومتها لقوة القص. Hence they fail through planes inclined at 45 to the axis. إذا هي تفشل بزاوية مائلة قيمتها 45 درجة بالنسبة للمحور الداخلي.
هنا على شكل عندما نسلط دوران تورشن لمادة داكتايل شلون تنقطع، وهنا لمادة قصيفة شلون تنقطع تمشي. زاوية الدوران هاي اشتقاقها كلها روح لعصيها مالتها، اشتقاق ما طلبه منك روح لعصيها مالتها النهائية. زاوية الدوران عندنا ننطلق من الجاما ماكس، جاما ماكس تساوي الار في الفاي على ال، هذا انت تحفظها الصيغة. والفاي هاي الفاي مين نحسبها؟ الفاي بالراد طبعا بالراديان تساوي تي تورشن في ال على الجي بولر مومنت اوف انيرشيا في الجي. الجي ايضا مواصفات مقطع اللي هي مودولس اوف ريجيديتي ثابت الصلاده، وير جي جي ار نون از ذا تورشنال ريجيديتي. هاي اذا اثنين يدعان ب ثابت الصلاده ال في مرحله اللوي بالنسبه للشفت. ال اوفر قيمه ال اوفر جي جي از ذا تورشنال فلكسبيليتي، هي اذا ردنا نطلع ثابت المرونه في حاله اللي defined as the angle of rotation produced by a unit torque، يعرف بأنه زاوية الدوران التي تنتج بالنسبة لوحدة لي واحدة. إذا لوينا تسلطنا لوي بقيمة 1 unit، بينما جي جي over L is torsional stiffness، هي صلادة أو سماك شلون أنا نسميها stiffness، stiff يعني ثبوتية أو صلادة اللي تعرف إز تورك required to produce، هنا بالعكس تعرف بأن التورك required to produce any unit angle of rotation، هو مقدار تسليط اللي اللازم لإنتاج زاوية دوران قيمتها وحدة واحدة أو اللوي المسلط على المادة لينتج زاوية دوران بوحدة واحدة. هناك بالعكس هو مقدار زاوية الدوران التي تنتج أو التي تكون بتورك قيمته وحدة واحدة. لاحظوا هنا عندنا إذا عندي شيفت مسلط عليه عدة قوى لي أستخدم هذا وأريد أحسب له زاوية الدوران الكلية أستخدم هذا هاي الفورمولا. فاي بالراديان تساوي سميشن مال كل وحدة تي 1 ال 1 اوفر جي 1 جي 1 تي 2 ال 2 اذا اختلفت مواد الشيفت، واذا اختلفت القوة المسلطة عليه تي 2 ال 2 اوفر جي 2 جي 2 تي 3 اي 3 بي تي 3 ال 3 اوفر جي 3 جي 3 وهكذا 4 الى اخره. وين شيفت يوز تو ترانسمنت باور، اذا استخدمنا الشيفت لنقل قوة التورك can expressed as follows، قيم التورك شلون نحسبه اذا استخدمنا الشيفت لنقل قوة كهربائية، التورك شلون راح نحسبه وما نعطيني التورك نعطيني قوة، مقدار قوة التورك يساوي ال P على 2 باي N where P power N واط بالواط، الواط يساوي 1 نيوتن في متر على السكند، ال N number of rotation per second R per second عدد دوران الشيفت، ال T التورك نيوتن لكل متر. هذا جدول بالفورمولا اللي اخذناه، الصيغ هاي تحفظ تقدر تاخذها، هذا ملخص للصيغ اللي اخذناها من فوق، صيغة التاو صيغة التاو ماكس صيغة السيجما ماكس صيغة الفاي صيغة الفاي. اذا تعددت عدي الشيفت تكون عدة مواد ومسلط عليه عدة قوى قاس عدة قوى لي او اجهادات لي، فنجي نطبق هذا المثال. راح اقطع الفيديو هنا حتى ابدي بفيديو اخر تقدرون تحمله، ابدي بمثال ثاني، مثال بالمثال الاول ابدي.